السلام عليكم. فكرة النهاردة عن طريق الدائري، هي مش فكرة ولا حاجة، بس هو الموضوع المفروض ان هو يبقى طبيعي، بس انا شايفها بالوضع اللي احنا فيه دوت همثلها على انها فكرة. الطابة اللي موجودة في النص اللي هو الحاجز ما بين الطريقين اللي هو في الشمال وفي اليمين، كل شوية بينكسر ويرجع يتعمل من اول وجديد، ويرجع ينكسر ويرجع يتعمل من اول وجديد، والمقاولين بينسوا البلان اللي هي تبقى محطوطة، ممكن الله أعلم أو هما لسه البلان دي ما كانتش موجودة، فبيرجعوا بعد ما يعملوا الخرسانة والصب الخرسانة يرجعوا يكسروها تاني من أول وجديد، ويرجعوا يكسروا الحتة دي ويرجعوا يحطوا قواعد من أول وجديد. طب أنا الفكرة موجودة هنا، ليه البلوكات دي ما تبقاش سابقة التجهيز ومحضرة قبل كده؟ ليه مش موجود عندنا مصنع؟ واكيد هو موجود، لان في بلوكات بتتعمل من الطوب موجوده عاديه خالص في اي مكان بنستخدمها، وفي مصانع بتاعت بلوكات طوب موجوده فبتستخدم التقنيه دي اللي هي التركيب، المكعبات، اللعب بتاعت المكعبات، حضرتك شايفها نفس الفكره هتبقى موجوده، نوع من انواع المكعبات، قطعتين من المكعبات بيتجمعوا مع بعضيهم. مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل صبه خرسانه واجيب خرسانه واحطها على الطريق واشتغل عليها. الافضل من دوت ان انا اشتغل على نظام المكعبات. المكعب ده هجيب مكعب اللي هو الصغير دوت وهقوم فرضه بعمق تحت الارض 10 15 سم 20 سم، وهجيب البلوك الجديد اللي هو هيكون موجود ده هجيبه هيكون جاهز سابق التجهيز، مجهز في من جوه منه فراغات على شكل قطر للكابلات اللي هي هتمشي عشان تغذي الاناره وعشان تغذي شبكات الانترنت اللي هتبقى موجوده للكاميرات. هو اوريدي متجهز بقلب المصنع، كل ما علينا ان البلوكات دي هتيجي مشحونه على العربيه بتنزل تركيب ذكر وانتهى مع بعضيهم، زي فكره المكعبات هنلزق ده في ده مع العمق اللي تحت. فانت لما تكون عاوز تعمل ديزاين جديد او عايز تشكل تشكيله جديده، اوريدي الديزاين ده هيبقى عنده في المصنع، هو هيقدر يحققه ويعمله. كل اللي عليك انك هتيجي تشيل البلوك ده من قلب المكعب وتحط البلوك اللي انت عاوز تعمل الديزاين بتاعه جوه المكعب، وبكده يبقى حققنا النتيجه بتاعت ان احنا ما كسرناش بالمنظر ده وما رميناش طوب بالمنظر ده وما جبناش اوناش وما جبناش عربيات بتشيل كسر وما جبناش حديد، ما جبناش اي حاجه، عمليه قص ولزق، مكعبات بتركب جوه بعضيها بهندسه رائعه، مش محتاجه تكسير، مش محتاجه اي حاجه، محتاجه وقت بالليل تيجي الحاجات دي على العربيات ترص المكعبات اتجهزت، يجي الناس يفرشوا الكابل ان شاء الله لو 10 كيلو من ورا هيشمدوا الكابل هيعدي من الناحيه الثانيه، لان هي المنظومه كلها استريت مظبوطه مفيش فيها اي خطا. انا بقول هي مش فكره، هي حاجه موجوده من زمان، بس لو انتوا هتعتبروها فكره اعتبرها فكره وننجح الوضع، بدل ما الوضع على الدائري بالشكل دوت كل شويه ينكسر وكل شويه تيجي عربيات تكسر والكسر يقع على الطريق. أشكركم.